شادينا دلوقتي هنروح لكفر الشيخ، وامبارح شهدت محافظة كفر الشيخ حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك، واللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات الفنية اللي بتنفذها الهيئة. صحيح، المشروع ده عبارة عن تدريب شباب الموهوبين في المحافظات، اكتشاف الطاقات الفنية والإبداعية في المسرح. في الحقيقة في حراك جميل جدا اللي ياخد باله منه في الحركة المسرحية المصرية. عندنا مسرح المواجهة والتجوال اللي بيجوب المحافظات، عندنا ألوان من المسارح في الهناجر، وده بيخلي في يعني تفاعل مباشر من الجمهور مع خشبة المسرح. خلينا نتعرف على الدفعة الجديدة، على مشروع ابدأ حلمك. المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع معانا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، وصباح الخير يا أستاذ جمان، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. كيف ابدأ حلمك، ايه هي المبادرة؟ بتعمل ايه؟ بتستهدف مين؟ عايز توصل لايه؟ مبادرة ابدأ حلمك هي مبادرة لتدريب شباب الفنانين على فنون المسرح الشاملة، في محاولة لاستخراج فنان شامل، يعني مستهدفة قطاع الشباب، القطاع الأكبر في الشعب المصري النهارده اللي هو بيزيد عدده عن يمكن 60% من تعدادنا. احنا معنيين بهذا السن وهذا الجيل، يعني بندربهم على فنون المسرح المختلفة، الموسيقى والدراما والرقص والديكور والتمثيل على مدار 6 شهور، وبعدين بتتخرج كل دفعة. احنا مستمرين في المشروع بقالنا يمكن 5 سنين من وقت إطلاق وزارة الثقافة للمبادرة. خرجنا 7 محافظات في المرحلة الأولى، كانت بتشمل محافظة أسيوط والشرقية والفيوم. المرحلة الثانية اللي احنا فيها وشملت محافظات بني سويف وبورسعيد والجيزة، وامبارح كنتم مشرفين في كفر الشيخ المحافظة الرابعة في المجموعة في المرحلة الثانية. طيب يا فندم، يعني زي ما حضرتك قلت 5 سنين على أو هو عمر هذه المبادرة، ثمار هذه المبادرة أو ثمار ال5 سنين دي إيه يا فندم؟ والله يعني بيبان ثمارها على الأرض، يعني سواء الولاد اللي خدوا خطوة لقدام وبقوا مشاركين مثلا في برنامج كبير زي برنامج الدوم من ولادنا في ابدأ حلمك، بعضهم خد خطوات على الأرض، الدراسة العملية بأن هم بقوا بيخشوا معهد فنون مسرحية أو كلية الآداب أقسام المسرح، كمان هم بقوا موجودين في فرقنا في كافة محافظات مصر، يعني بقوا زي وقود جديد كده للفرق الفنية الممتدة بامتداد الخريطة اللي هيئة العامة لأصول الثقافة بتنتج في السنة حوالي 200 عرض كبير، غير عروض النوادي بيبقى 300 عرض تقريبا، يعني بنتكلم في حوالي 500 ل 600 عرض مسرحي بتنتجهم الهيئة العامة لأصول الثقافة. الشباب دول هم وقود هذه العروض. يعني عايز اسالك عن انطباعك الشخصي يا استاذ احمد النهارده، لما كان اختصار المسرح في العواصم الكبيره او في المدن الكبيره، والنهارده بنزل لمحافظات زي كفر الشيخ وزي محافظات الدلتا والصعيد وبكتشف فيها مواهب وبطورها وبصدرها تعمل حاجات تانية، تاثير ده عامل ازاي؟ بكلمك عن مشاهداتك، عن رؤيتك الشخصيه، عن رصدك لردود الافعال زي ما بيقولوا. يعني هقول لحضرتك والله بشكل شخصي وعلى مستوى شخصي جدا، يعني انا بحكم سني، يعني انا اكبر من الولاد اللي احنا بندربهم بشويه، انا مبسوط جدا، فرحان جدا. اللي بشوفه على الارض مش بيحصل تغيير في الشباب دول نفسهم، التغيير بيحصل للمجتمع بتاعهم كمان، لانه كل شاب من دول جاي من بيئه معينه ومن بيت ومن اسره ومن حي. الحقيقي ان التغيير يعني كبير على الارض، اللي انا شايفه تغيير مختلف، انا فرحان بيه. عايز اقول لك انا برجع شباب وانا وسط الشباب دول تاني، اما خدوا الفرصه وانجاز التعبير، يعني انه بيحصل درجه من درجات التمكين للشباب من مؤسساتهم، وان الدوله بترعاهم والدوله شايفه احتياجاتهم وبتحاول توصل لهم كمان. انا شايف انه ده فارق كتير، يمكن ما حصلش في سني انه يحصل الحركه الشديده دي تجاه الشباب زي ما حصل الايام دي في مصر.
طيب برضه يا فندم، ممكن اللي بيتفرج علينا دلوقتي ممكن لو حابب انه يعرف معلومات اكتر عن هذه المبادره، هل في شروط معينه اللي عايز يتقدم مثلا او حاسس في نفسه او شايف في نفسه هذه الموهبه، ايه اللي ممكن يعمله؟ يعني هو احنا ما عندناش شروط كتيره، يعني احنا عندنا شرط السن بس، ان احنا بنشتغل مع الشباب من سن 18 سنه لسن 35، ده السن اللي احنا معنيين بيه، يعني ده شرطنا الوحيد. بنعلن عن مشروعنا في كل محافظه، بنستقبل استمارات الشباب، ما بيبقاش عندنا اي هدف غير انه يبقى الشاب او الفتاه عنده الرغبه الحقيقيه، واحنا بنختبرهم في كل محافظه وبنختار منهم المجموعه اللي بنشوف انها يعني اكفأ او يمكن انها تشتغل في المجال دوت، وبيتم تدريبهم بقى على فترات التدريب المختلفه يعني. انما ما فيش اي شروط خالص للحكايه اكتر من السن والرغبه والموهبه. صحيح، شكرا لك استاذ احمد. المخرج احمد طه، المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك، شكرا جزيلا لحضرتك.